نص مليون دولار. نص مليون دولار. شكلها كده حلاوة تواتر بو وهترتاح بقى. نص مليون دولار. نزل تعال تعال. فعلا يا فتحي دي هتبقى خبطة العمر. فارم عليك يا فتحي، فارم عليك. على مرجع تكونوا ابتديتوا في تنفيذ اللي اتفقنا عليه. سلام. سلام يا فتحي. سلام يا فتحي. انا عايز افهم انت ايه اللي حشرك؟ طارق بيه مكلفني بمهمه، ايه اللي هامنها ومش هامنها؟ هو انت فاكر ان انا ما اعرفش اعمل حاجه لوحدي؟ حقك عليا يا ستي، انا غلطان ان انا عايز امنك واساعدك يعني؟ لا يا حبيبي، ساعد نفسك. يا ايه حبيبي؟ طب عليا النعم عشان خاطر حبيبي دي؟ لا لا مساعدك. يا لهوي ده انت فظيع. هساعدك برضه. نص مليون دولار. ايه؟ نص مليون دولار هيتقسموا علينا كلنا؟ لا، نص مليون دولار لكل واحد فيكم. يا دين النبي. لا 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 انت بتهزر نص مليون دولار لكل واحد فيه، وبعدها أبوك عند أخوك، وكل واحد يعيش حياته بطريقته، وتسيبنا بقى من عيشة الشقة والخطر اللي احنا عايشينها دي. صباح النور. بقول لك انا جاي لك النهارده في موضوع مهم جدا. خير؟ في ايه؟ بصراحه انا مش عايزه الاول بابا يعرف، لان لو بابا عرف هيطين الدنيا. ربنا ما يجيب ازمه. ده نورهان ليه بس؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تتصوريش يا رانيا، انا كنت متضايقه قد ايه لما عرفت ان الشيك اتاخر على جمعيه ايادي المستقبل. معلش يا مدام نورهان، انت عارفه ان الفتره اللي فاتت ديت كان في دربكه قد ايه؟ بصي انا ممكن اغفر اي حاجه الا الموضوع ده. ما تتصوريش، الولاد دول حياتهم ممكن تتوقف، تعليمهم علاجهم، دول مسؤولية. عشان كده أرجوك يا رانيا لازم تتابعي الموضوع ده بنفسك. لازم تبقي متأكدة إن الشيك وصل لمدير جمعية أيادي المستقبل كل أول شهر. عينيا حاضر. إحنا برضو ممكن نكلم التلفزيون والصحفيين على أساس هم كمان يتابعوا معانا في الجرايد والمجلات والتلفزيون. لا 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 لا
جرايد ايه وتلفزيون ايه؟ احنا بنعمل كده عشان ده واجب، عشان نحول الاطفال دول لعنصر فاعل في المجتمع، عشان نقدر نستفيد بيهم بعد كده، مش كده برضه؟ اه طبعا اكيد، ربنا دايما يقدرك على فعل الخير. طب يلا اتاكدي ان الشيك جاهز. تحت امرك. أنا المقدم طارق الرفاعي، آسف لو جايلك في وقت مش مناسب، بس كنت محتاج من وقت 5 دقايق، ممكن؟ أوي أوي اتفضل. اتفضل. حضرتك يا فندم لو جيت تتكلم في موضوع حاتم أخويا فأنا قلت كل حاجة عندي في التحقيق. لا أنا جاي في موضوع تاني خالص. هو أنا شفت حضرتك قبل كده، شكلك مش غريب عليا. ده صحيح، اتقابلنا عند فتحي في البيت. أيوة أيوة افتكرت، حضرتك زرته لما أنا كنت عنده في البيت. بالظبط، وهو ده الموضوع اللي أنا جايلك عشانه النهاردة. فتحي. ماله فتحي؟ أظن أنت وصلك كلام إن اللي حصل لك ده كان بسبب انتقام وتصفية حسابات بين فتحي وواحد اسمه غنيم، وأنت كنت الضحية. ولولا إن البوليس وصل في الوقت المناسب، الله أعلم إيه اللي كان ممكن يحصل. انا فعلا اتقلي الكلام ده قبل كده، بس انا قلت في التحقيق ان انا معرفش الراجل اسمه غنيم ده، ومعرفش عامل معايا كده ليه. هي دي الحقيقه. بس احنا بقى عارفين غنيم ده مين، وعارفين عمل معاكي كده ليه. غنيم ده مجرم ومسجل خطر، وكان في بينه وبين فتحي شغل، وظهر ان هم اختلفوا، عشان كده حاول يقتل مرات اكرم اللي هو اخو فتحي، وبعديها حاول يقتلك. زي ما قلت لك شغل عصابات وتصفيه حسابات. حضرتك ما دام عارفين متاكدين من الكلام ده، ما بتقبضوش على الراجل اسمه غنيم ده ليه؟ مسيرنا نقبض عليه، بس هو الموضوع محتاج شوية وقت لأنه هربان من المدينة. طب غنيمه هربان لكن فتحي موجود، ما حققتوش معاه ليه؟ وخصوصا إن حضرتك عارف هو ساكن فين وزرته قبل كده. لأن فتحي إنسان حريص جدا، وللأسف أنا لحد دلوقتي ما فيش أي دليل في إيديا يدينه، ولو قبضت عليه النهاردة هيفرج عنه بكرة، وده اللي أنا جايلك عشانه. اللي هو إيه بالظبط؟ إحنا معلوماتنا إن أنتي وفتحي قريبين من بعض وتعرفي عنه حاجات كتير، فكنا عايزينك تساعدينا. هساعدكم ازاي يعني؟ ان انتوا تقبضوا على فتحي وترموه في السجن؟ يا فندم انا سبق وقلت قبل كده ان انا ما اعرفش اي حاجه عن شغل فتحي، وحتى لو اعرف تفتكر ان انا يعني هبيع واسلمه بالسهوله دي؟ ده ما اسموش بيع يا مس كارب، ده اسمه تعاون. انت مثقفه وفنانه وفوق مستوى الشبهات، واكيد مش هيكون في ايديكي حاجه تساعدي بيها العداله وتمنعيها، لان كده هتبقي شريكه في الجريمه. يا فندم حضرتك عمال بتلف وتدور حوالين نقطة أنا مش ممكن أساعدك فيها. أنا مقدرش أنكر بعد ما تعرفت على فتحي قربنا من بعض جدا وحصل بينا ود واحترام كبير، بس فتحي اللي أنا أعرفه راجل شهم وطيب ومحترم. بالنسبة لشغله أنا معرفش عنه أي حاجة، عليه علامات استفهام كبيرة جدا. أنا بجد قلت كل اللي عندي، ما عنديش أي حاجة تانية أقولها. أنا مصدقك يا سكر، ومقدر كل كلمة بتقوليها عن فتحي، كل شيء جايز. الإنسان مننا مليان تناقضات، يعني وارد إن المجرم الخطير اللي مدوخ البوليس يكون فيه جانب إنساني، فيه شهامة وطيبة ومجدعة. عشان كده يا نسا كارما مش هطلب منك إنك تساعدينا أو تتعاوني معانا، أنا هطلب منك طلب تاني خالص. حضرتك عايز تطلب إيه بالظبط؟ تساعدي نفسك وتساعدي فتحي. لا معلش مش فاهم. فتحي بيلعب لعبة خطيرة يا نسا كارما، وإذا كان انتقام غنيم خايب مرة ممكن يسيب التاني، وجايز يكون إنسانة كويسة زيك في حياة فتحي يغير له مصيره. أنت عارفة مصيره إزاي فتحي ده إيه؟ أنا أقول لك، يا إما غنيم أو حد زي غنيم يخلص عليه، يا إما فتحي يخلص على غنيم وساعتها أنا بنفسي هوصله لحد المشنقة، يا إما بقى الأدلة هتجتمع في إيدي وبرضه هوصله لحد المشنقة. يعني في كل الحالات ضايع ضايع. أنا بقى بديكي فرصة تغيري له مصيرك وتساعديه.
لو هو فعلا انسان كويس يا انسه كارما وطيب وجدع زي ما بتقولي اتكلمي معاه، حاولي تقنعيه انه يحط ايده في ايدي ويساعدني ويجي يعترف لي بكل حاجه، وانا ساعتها بس بوعدك ان اعمل كل اللي في ايديا واساعده واخرجه من المصير اللي بقول لك عليه. انا مش بطلب منك انك تبيعي يا انسه كارما، بالعكس انا عايزك تشتريه. انا مش هطول عليك اكتر من كده، بس يا ريت تفكري في كلامي كويس وحاولي تقنعيه. لو انت فعلا فتحي غالي عليكي كده هتفهمي من الكلام ده مصلحته. ده الكارت بتاعي يا مس كارما، لو احتجتي اي حاجه في اي وقت يا ريت تتصلي بيا على طول. ان شاء الله. بعد اذنك. ازيك يا فتحي؟ اهلا بيك. ايه اللي جابك هنا؟ لا جاي اطمن على كارما واخوها بعد اللي حصل. انت عارفني صاحب واجب. طول عمرك يا طارق صاحب واجب. لكن انت ايه اللي عرفك بكارما واخوها؟ يا فتحي ده انت حبيبي. اي حد يخصك يخصني على طول. انت ايه بقى؟ الست الداخليه؟ اللي هو دم المباحث بيحن. وانا ما قلتلكش مش انا رجعت شغل تاني بجد. لو الوزاره ادتني مهمه واحده بس اخلصها وبعد كده يحصل اللي يحصل. عارف المهمه دي ايه؟ اجيبك انت والرجاله اللي معاك. مبروك. معلش بقى اذا كنت بقول لك طارق كده من غير باشا، بس المقامات محفوظه. والله بعوده يا طارق باشا. بس أنا راجل جدع. اتفقت معاك قبل كده إن اللعب مع بعض هيبقى على المكشوف. عشان كده جيت أقول لك بنفسي. عشان تاخد بالك من نفسك يا فتحي. سلام يا فتحي. الضابط اللي اسمه طارق كان بيعمل ايه هنا؟ اهدى يا فتحي. اتفضل خش هقول لك على كل حاجه. اديني دخلت وهديت. طارق كان بيعمل ايه هنا وقال لك ايه؟ انت متاكده من الكلام ده يا رانيا؟ يعني طارق ساب شغله في المجموعه ورجع المباحث تاني؟ أنا مش قادر أفهم الجدع ده بيفكر إزاي؟ حد يسيب الفلوس دي كلها ويرجع للفقر برجليه؟ طيب يا رانيا لما نتقابل نبقى نكمل كلامنا. سلام. يا باشا دي الناس غاوية فقر، وكويس قوي إن هو بعد عن سكتنا وسابنا نستفرد بعامر بيه. بطل هبل، أنت مش فاهم أي حاجة خالص. يا باشا هو مش جال حد هنا وفرد صدره علينا وقال إن هو ساب الميري وفاق لنا؟ أهو رجع له تاني واتكتف بيه. مختار انا مش ناقصك، نقطني بسكاتك. طب فهمنا يا باشا، بس سعادتك متضايق ليه دلوقتي؟ الكلام ده لازم يوصل لسراج عشان يرتب اموره، وانت بتدي له عربون العمليه لازم تفهمه انه طارق رجع لشغله في المباحث تاني. ايوه باشا، عربون ايه وعمليه ايه وافهمه ايه؟ ممكن تقفل بقك وتطرطق ودانك عشان تفهمني؟ حاضر سعد. كارما انا مش عايز طارق يشوش لك افكارك ويبوظ العلاقة اللي بيننا. خلاص قول يا فتحي ان هو كذاب.
قول لي انت ما تعرفش اي حاجه عن اسم غنيم ده. قول لي ان اللي بيحصل ده كله مش شغل اجرام وتصفيه حسابات. قول يا فتحي قول لي وانا هصدقك. انا لا هقول ولا هعيد. يبقى طارق كان عنده حق في كل كلمه قالها، وانا كمان كان عندي حق لما قلت لك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض غير لما اعرف عنك كل حاجه. وانا هقول لك اللي يريحك يا كرمة. انا لما قلت لك زمان ان انا بشتغل مخلص ما كدبتش عليكي. انا فعلا مخلص، بخلص اي عمليات قذره لاي حد يدفع اكتر. يعني ايه؟ يعني دي بقيت حكايتي اللي حكيتها لك زمان يا كرمة. فتحي المسالم اللي كان بيصرف على امه واخوه بالحلال، اللي كانت الدنيا ملطماه يمين وشمال، اللي لقى امه وقعت بين ايديه وما كانش لاقي حق علاجها، قرر ياخد حقه بدراعه ويعرض نفسه للخطر ويخلص مصالح لناس كبيره ما بترحمش، واللي يدفع اكتر فتحي يروح عشان خاطر يخلص له مصالحه القذره.